ترتفع أسعار مواد البناء بشكل كبير في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالتزامن مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، ليبلغ سعر كيس الإسمنت الواحد نحو 4000 ليرة سورية، فيما ارتفع سعر كيلو الحديد إلى 300 ليرة سورية. أول شيء بناية كان حقها 30 مليون، صار حقها 45 مليون 40 مليون، وأسعار صاير بزيادة يعني، فهمت علي؟ والشغل واقف، وأكترية المتحدين عم يخسروا هلا، لازم الأسعار هذا لازم ينزلوه. ارتفاع أسعار مواد البناء تسبب بعرقلة الكثير من المشاريع العمرانية، كما أدى لتوقف ورشات البناء عن العمل، ما تسبب لهم بضرر كبير وسط اتهامات وجهت للإدارة الذاتية باحتكار سلع البناء على اعتبار أنها الجهة المخولة باستيرادها، كما أنها الجهة المسؤولة عن بيعها للتجار المحليين في أسواق القامشلي. غلاء مواد البناء عم يأثر على شغلنا، وعم يأثر يعني نحن ورانا عيال، هلا إذا غلي المواد يأثر على شغلنا نوقف، يعني احنا مو موظفين من شان راتب او شيء، احنا عمال عم نشتغل، بس يغلى المواد ما يضل لا حركه شغل ولا شيء، يعني نتبهدل نحن. مقارنه بالاشهر الماضيه وبعد نشاط عمراني ملحوظ شهدته مدينه القامشلي، تاثرت حركه العمران في المنطقه بشكل سلبي، ما دفع التجار للبحث عن بدائل في محاوله لاستيراد مواد البناء المتاحه من مناطق النظام، وسط غياب خطة واضحة من الإدارة الذاتية تساعد في حل مشاكل أصحاب المشاريع العمرانية بحسب أصحاب العلاقة.